لا السبورت هو ده العيله يعني، هو ده العيله اللي دايما يعني. انا دايما شايف ان انا عشت بره في اوروبا كتير، لكن دايما انا بشوف ان العيله المصريه ما اعتقدش ما تتواجد في اي حته في العالم السبورت دوت، وان كل واحد خايف على والسؤال وبيشيلوا بعض فعلا في وقت الازمات. بنتكلم على عيد الام، لكن كمان نتكلم بقى على الاب كمان شوية. لا يعني لا لازم أكيد. بقى يعني الكابتن محمد سيد طبعا سليمان السلعوه النجم الكبير طبعا في تاريخ عظيم للنادي الاهلي معانا على التليفون، لازم نتكلم على دور الاب. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير كابتن هاني، ازاي حضرتك؟ وكل سنه وحضرتك طيب، لان اعتقد النهارده يعني طبعا الام، لكن عيد الاسره كمان عشان عارف بعض الابهات بيزعلوا. هنمشيها عيد الاسره بس عشان يا كابتن سلعوي، هنمشيها عيد الاسره عشان خاطرك. وايام طيبه. كل سنه وانت طيب. وانت طيب يا كابتن. ايمان طيبه وكابتن عليا طيبه. حبيبي يا عم. وان شاء الله ربنا يعيد عليك، وانت مذيع متالق وسهام مذيع متالق. حبيبي. فربنا يوفقك ان شاء الله. حبيبي ربي يخليك. خيرك، ربنا يخليك يا كابتن. انا عارفه دور حضرتك طبعا كبير ومهم. احنا بنهزر وفي عيد الام، لكن كمان دور الاب ده انا يعني اعتقد انه لا يقل اهميه ابدا ابدا عن دور الام، خاصه كمان لما يكون الاب ده متعاون. وانا عارفه انه حضرتك ليك يعني دور كبير جدا في حياه نادين وفي حياه محمد واحمد اكيد طبعا، يعني كريم واحمد. كريم واحمد وكريم واحمد الدور بيبقى خلال توجيهات معينه بس في بعض الاشياء، لكن الام هي اللي بتشيل طبعا الحمل كله، وهي لكن الاب بيوجه بس للصالح العام بالنسبه للاولاد، لكن الام هي اللي بتشيل طبعا المسؤوليه في الدراسه وفي اللعب وفي البيت وخارج البيت وكده، فطبعا هم بيقعوا عليهم يعني الحمل الاكبر. لا اكيد كمان حضرتك، ويمكن كابتن ايمان كان بيتكلم قد ايه كان دور كمان الام، اكيد دور كبير انها كمان تقنع حضرتك بسفر نادين، وكان حضرتك عندك اكيد كاي اب خايف على بنته انها بتسافر بلد بعيده جدا، لكن دور الام بقى هنا. ودايما بنحس حتى حاجات كتيره جدا لما تكون البنت او الولد عايز حاجه من الاب بيروح للام على طول، يعني دايما بيصدر الام في المناطق ديت. لان انا كنت رافض طبعا ان البنت تسافر لوحديها في امريكا وكده، برغم يعني معظم صحابي هناك كده، بس انا كنت رافض. عليا لعبت دور جامد برضه في الموضوع ده في اقناعك. زن هي زن من بره وزن من جوه، فقلت جرب خلاص. لان عليا طبعا انا هي الاشاره الفنيه بتاعتي حاجات بعض الصفوف، وطبعا المدام هي كرياضيه في مجال البنات اكثر درايه مني، فكانت عندها يعني عايزه تحقق للبنت الحلم ده، وهي كانت عايزه تدرس وتلعب، فربنا الحمد لله وفقها وفعلا شرفتنا ورجعت بيتها تاني النادي، ورجعت النادي الاهلي تاني، وربنا وفقهم يعني. وان شاء الله برضه في خلال يعني تقول 10 ايام ان شاء الله برضه هيرجع للتدريبات، وان شاء الله يعني الامور تمشي كويسه بسنة. ان شاء الله. كابتن ايمان تحبي تقولي حاجه للكابتن الكبير؟ لا نقول له كل سنه وانت طيب وربنا يخليك ليهم وللعيله الكبيره بتاعتهم. تعالي عايزه تقولي ايه لكابتن محمد؟ كابتن محمد دربك صح؟ ولا ما مرن ولاد؟ بمرن ولاد بس ممكن اكون وانا صغيره عديت عليه يعني، لان انا كنت على طول في الملعب، اي حد بيتمرن بدخل معاه، فيعني ممكن. بس هو كان ممكن محمد يعني من وانا صغيره كريم. كبرت يعني كبرت على ايدي كريم اللي في الصوره. كريم كان في الصوره موجود. الصوره اللي فاتت كان كريم موجود. احنا بنشكرك جدا جدا كابتن محمد، وسعداء بمداخله حضرتك، ودايما بتنورنا هنا. نعم ده بيتنا. نعم دايما بتنورنا هنا طبعا تعليقا على الاحداث يعني. باذن الله عندي تحليل مباراه كبير ان شاء الله. باذن الله ربنا يوفق فريقنا ان شاء الله.